واستقبل الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء نفيد حسين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن. بالمناسبة عبر الأخ الرئيس عن تقديره للنشاطات العملية والميدانية التي قام بها نفيد حسين خلال فترة عمله، حيث كان من المبادرين إلى الزيارة الميدانية مع فريق من المنظمة لتقديم المساعدات للناس النازحين من أبين إلى عدن جراء الأعمال الإرهابية التي كان يقوم بها تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين أو ما يسمى بأنصار الشريعة، كما كان أيضا ضمن فريقه في زيارته إلى محافظة أبين بعد تطهيرها من شراذم الإرهاب، وذلك من أجل المساعدة في إعادة البناء والترميم وإعادة البنية التحتية. وأشاد الأخ الرئيس بتلك الجهود التي تشمل أيضا مساعدات للنازحين من القرن الأفريقي والذين يتوافدون بصورة دائمة منذ فترة قريبة. وقال هناك ما يزيد عن 2 مليون لاجئ من القرن الأفريقي وبصفة أكبر من الصومال، متمنيا أن يعود الصومال لدولته ومؤسساته إلى ما كان عليه من قبل. من جانبه عبر ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن تقديره البالغ للرئيس عبد الرب منصور هادي لما أولاه من اهتمام ورعاية ومساندة للمنظمة لأداء مهامها وواجباتها تجاه النازحين وتقديم المساعدات اللازمة، وتطرق إلى طبيعة النشاطات العملية والميدانية التي تمت في محافظات أبين وعدن وصعدة، وذلك في إطار مساعدات النزوح الداخلي، وكذلك النشاطات التي تقدم للاجئين من القرن الأفريقي في مناطق مختلفة من الساحل اليمني. وقال: نحاول أن نعمل مسح ميداني للاجئين لكنهم في تزايد مستمر، وقد وصل إلى اليمن خلال العام الماضي فقط أكثر من 107,000 لاجئ من القرن الأفريقي، مضيفا أن اليمن يتحمل لوحده أعباء كبيرة من تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي، ويفترض أن يكون هذا بتعاون إقليمي ودولي. وأشاد المسؤول الدولي بالجهود الكبيرة والاستثنائية للأخ الرئيس من أجل حلحلة الأزمة والخروج إلى بر الأمن وفقا لمقتضيات المبادرات الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. حضر اللقاء وزير الخارجية أبو بكر القربي وأمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور علي منصور بن سفع.